وارد الأخبار المقلقة عن صحة وسلامة الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين. نحمل النظام الخليفي في البحرين تداعيات أي مكروه يصيب الرموز القادة المغيبين في السجن والذين يمارس عليهم القتل البطيء الممنهج بحرمانهم من لقاء الطبيب وإكمال علاجهم وعزلهم عن العالم الخارجي، حيث أنهم أكملوا 11 شهر من دون لقاء أسرهم. رموزنا في خطر.